آل محمد اللهم صل على محمد و 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 آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعه وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد يا كاشف الكرب امجد الحسين عليه السلام اكشف كرب وكرب المؤمنين بحق اهيك الحسين عليه السلام يا ابا الفضل العباس عليه السلام ادركني 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 في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد جتنے آئے بیٹھے ہو تواڈے گل تماس کرنا بواز بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ اللهم محمد و آل محمد ابتدائے مجلس ہے بالکل اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا حسین بادشاہ سرکار دا عزادار ہک بھی ہوئے تو لکھاں تے باری ہے تے بادشاہ علی شہنشاہ دی خوب رکھن والا ہک بھی ہوئے تو او بھی لکھاں تے باری ہے تو اس گل دا پتہ ہے بالکل اپنے آپ نو تھوڑے نہ سمجھو بواز بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ اللهم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد علیہ السلام دی عزت تے بواز بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ اللهم محمد و آل محمد مالک کائنات آل محمد دی عزت دا واسطہ بانیاں نے مجالس دی مالک توفیقات وچ اضافہ فرمائے اور مالک انہاں دی تمام محنت نو قبول تے منظور فرمائے جتنے اج دے دن دی مجلس عزا ہے مالک کائنات اس نو سب نو اپنی پاک بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمان اور موسم دے واسطے دعا ہے مالک کائنات سردار علی بادشاہ دی مشکل کشائی دا واسطہ مالک موسم ٹھیک رکھن تاکہ جتنے عزادار بانیان دی طرفوں مکمل طور تے تاون تواڈے نال تے میں مولا کے دعا کرنا کہ مولا جتنے مومنین آئے نے خیر خریدنا اپنے گھروں نو جا مالک کائنات زندگیاں تندرستیاں عطا فرمائے سوائے غم مظلوم کربلا دے کوئی غم نہ ویکھو جتنے پڑھن والے زاکرین نے او سارے تشریف فرمائیں قبلہ میں ملتمس ہاں قبلہ علامہ نگاہ حسین ناظر صاحب اگے کہ او قبلہ حدیث کے ساتھ تلاوت فرمان اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان جتنے بیٹھے ہو بواز بلند تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بالخصوص سرکار امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور واسطے بواز بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمت الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال اني اجر في بدني ضعفا فقلت له اعوذك بالله يا ابته من الضعف فقال يا فاطمه ائتيني بالكسرى اليماني فغطيني به فاتيته بالكسرى اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلالا كانه البدر في ليله تمامه وقماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عند رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تخت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تخت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تخت الكسرى فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تخت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تخت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تخت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام باواز بلند صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تخت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تخت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تخت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تخت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدحلت تخت الكسوام فلما اكتملنا جميعا تخت الكسوام أخذ برسول الله بطرف الكسوام وأمعيا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سبحان السماواتي إنما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تخت الكسوى. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تخت الكسوى؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب آتاذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تخت الكسوى فقال لعبين الله قد أوخى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تخت الكسوى من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا
وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هاوزا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بابا زبلن صلوات صلی علی محمد و آل محمد. التماس دعا خدایا بحق محمد و آل بیت محمد مجلس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بانی مجلس کے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ امام علیہ السلام میں قبول و منظور فرما. خدایا اس مجلس اعضاء میں جتنے مومنین شریک ہیں یا سارا دن شریک ہوتے رہیں گے تمام کی شرکت کو قبول و منظور فرما. خدایا جتنے مومنین اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں باب الحوائج کے دروازے پر خدایا تمام کی حاجتوں کو پورا فرما. جتنے مریض بیٹھے ہیں خداوند عالم انہیں صحت کلی شفائے کامل عاجل عطا فرما. خدایا اس مجلس اعضاء کا صدقہ بانی مجلس کے تمام مرحومین جنہوں نے اس مجلس اعضاء کی بنیاد رکھی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر رحمت فرما, ان کے درجات بلند فرما, جوار آئمہ معصومین طاہرین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل بیت محمد سید عمار شاہ جی, سید غلام حسین شاہ جی, سید ابن حسن شاہ جی, بلال شاہ جی, مولا کریم جن جن کا جو جو حصہ ہے تمام کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں بارگاہ امام علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل بیت محمد جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا جن جن کی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں تو دلوں کا راز بہتر جانتا ہے, ہر کسی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل کر بآواز بلند شلوات پڑھیں.